ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اهتزت ساكنة حي بوهديلة بمدينة بركان على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 19 سنة بعدما وجه له أحد أصدقائه البالغ من العمر 22 سنة طعنات قاتلة بواسطة السلاح الأبيض على إثر مشادات كلامية. وحسب مصادر كانت حاضرة وقت وقع الجريمة فإن سبب الجريمة يعود إلى نزاع بين الشابين بسبب إحدى الفتيات التي كانت ترافقهما، مضيفة أن الجاني كان تحت تأثير المخدرات. وأكد ذات المصدر على أنه مباشرة بعد توصل مصالح الأمن بمكالمة هاتفية انتقلت على وجه السرعة لعين المكان، حيث نقلت الشاب على وجه السرعة للمستشفى الإقليمي الدراق، لكن مباشرة بعد وصوله إلى المستشفى فارق الحياة متأثرا بالجروح العميقة التي أصابت عنقه وصدره. وأردف ذات المصدر أن المصالح الأمنية قامت بحملات تمشيطية واسعة النطاق، حيث تم إلقاء القبض على الجاني الذي توجه بدوره للمستشفى من أجل تلقي العلاج. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.